السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين أحبابي؟ نتمنى تكونوا بألف خير إن شاء الله. كنتمنى لكم جمعة طيبة إن شاء الله، الله يفرجها على جميع المسلمين يا رب. أول حاجة بغيت نشارك معكم واحد الركن بسيط ديال البخور عندي مخصص في البيت. أنا كنحمق على شي حاجة اسمها البخور، فيوميا كندير تشكيلة كتبقى دائما الرائحة نظيفة ورائعة وراقية في البيت، وخصوصا يوم الجمعة معروفة عندنا احنا المسلمين كتكون عندنا هاد الطقوس هادي، وحنا في الغربة ما كنحرموش راسنا منها، فكان يعني بداكشي اللي متوفر متواجد كنوفيه بالغرض. فهاد الصينية التقليدية اللي جبت معايا من المغرب عملت تشكيلة البخور اللي عندي هنا. كيف كتشوفوا الروح ديال العود عبارة على زيت، هذه كانت جابتها لنا ماما الله يخليها لي، كانت مشات العمرة وجابتها لنا من الديار المقدسة. هنا عندي تشكيلة حتى هي ديال البخور اللي غزالة وخفيفة الصراحة، ماشي داك البخور اللي كيخنق، انا ما كنحملوش ما كنقدرش عليه. هاد المبخرة هذه صغيرة ديال الفحم. هنا عندي العود مسقى كيكون عليه واحد الدهن حتى هو كيعطي واحد الريحة طيبة، وهذا العود الاصلي اللي يعني على اصله ما نضيف له حتى شي حاجه. فهاد القرعه هذه كانت عندي واحد التشكيله ديال البخور اللي سالات، واحتفظت بالقرعه ديالها عملت فيها حتى واحد البخور اللي راقي بزاف عباره على دوائر، كتاخذ منها غير شويه وقويه صراحه، يعني غير شويه كيكفي. وفهاد العلبه هذه التقليديه دايره الشبه والحرمل واللوبان وبعض البخور مشكله اللي جاتني هديه. عندنا بزاف الاصدقاء كيمشيو للخليج وكيجيبوا لنا يعني الذكرى من تما. وهاد حاملات الشموع اللي شاركت معكم في المشتريات اللي كنت خديت من تيدي عملت فيها البخور اللي خديت من عبد الصمد القراشي، غير كنمشي للمغرب فاس عندنا تما المول فيه عبد الصمد القراشي، فما كنترددش نجي معايا البخور ديالهم رائع والعطور عندهم كتحمق وخفيفه. وحاملة الشموع اللي وضعت في جوانب الصينية كنستعملهم في الليل، كنشعل الشموع كيعطي واحد المنظر رائع جدا. والمهم حاولت ندير معكم هاد التشكيلة بسيطة ظريفة، حيت كاين شي اخوات قالوا لي المشتريات اللي خديتي شاركينا كيفاش كتوظفيهم في البيت، فانتوما كتشوفوا كاين بعض الاغراض اللي كنت شاركتهم معكم وعطاو منظر رائع في هاد المكان هذا. وما نطولش عليكم، دابا ندوزو للطريقة ديال تقشير الرمان. ندوزو دابا للطريقه ديال تقشير الرمان. كيف كتعرفوا الموسم ديالو دابا، اول حاجه غادي ناخذ سكين نحاولوا ندير واحد الدائره هنا. سكين من الاحسن يكون الراس ديالو ماضي حاد. بسم الله كنحاولوا ندير واحد الدائره وكندخلوا غير راس السكين، ونحاولوا ما نفوتوش بحبات الرمان. ونحاولوا من بعد نحيدوا هذا الوسط، باش كيسهل علينا نشوفوا هذه الحدود هادو اللي كتشوفوا هنا بالاصفر. وهنا غادي نحاولوا نديروا فتحات، فين ما موجود الحد نديروا فتحة. سليناهم كاملين كلهم مفتوحين، من بعد نحاولوا نحلوهم بيدينا هكا. نحاولوا نحيدوا هذا الحاجز اللي كيكون ما بين الفصوص. هاد الوسط هذا اللي كيكون هنا تاهو نحيدوه باش يجينا ساهل، بسرعه غادي يطيحوا الحبات ديال الرمان بلا ما نوسخوا يدينا بلا حتى شي حاجه. وفي وقت وجيز غادي نقلبوها هكا، نرجعوا نسدوها وملعقه خشبيه على ظهرها، نبقاو نديروا ضربات خفيفه. بسم الله
نحاولوا في كل الاتجاهات. كتشوفوا كيهبطوا بوحدهم بكل سهوله. رمانة شوية كبيرة على يدي. شي كنحاولوا معاها حتى كيطيحوا الحبات كاملين. بهالطريقة هذه ما كنتعداوش حتى دقيقة في التنقية ديال الرمان ديالنا، ماشي بحال الطريقة العادية الكلاسيكية كنبقاو نحيدو حبة بحبة، وفي نفس الوقت كيدينا كتوسخ وكيطلق فيها اللون وكتولي الإيد خشنة. فبهالطريقة هذه كيف شفتوا ساهلة بزاف، يمكن في أول استعمال غادي تجيكم شوية صعبة. كنشوف أنا هاد القضية هذه بحال القلب ديال السكر في المغرب. كنظن ما كاينش اللي ما رجعوش كما بحال السكر كلاصي من خلال الضرب، يعني شويه بشويه الواحد كيتحكم وكيعرف القياس ديال الدقه فين غادي تجي، وكيجيو الطوبات ديال السكر مقادين. فنفس القضيه نحاولوا ما نضربوش بالجهد الحبات يعني الرمانه باش ما يخرجش العصير ديالها. وهنا كنعاود لكم نفس الطريقه باش الواحد يركز ويعني يتبع المرحله ويحفظها مزيان. الفتحات اللي كنديرو في الرمانه ما كنوصلهمش حتى لاخر نقطه من الاسفل باش ما تقطعناش من خلال الضرب، كنخليو تقريبا واحد سنتيم. وبعد المرات كني كيكون عندي طبق ديال الفواكه مشكل كنفتح الرمان بهالطريقه هذه فتحات في الجوانب، وكنخلي كل فص لوحده وكنزين به الفواكه كيعطي واحد المنظر رائع. كنتمنى هالطريقه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتطبقوها وتردوا عليا الخبر، وكنقول لكم تهلاو لي فراسكم وعطله نهايه اسبوع موفقه ان شاء الله. الى فيديو قادم باذن الله، مع السلامه.